السؤال اللي جاي سؤال سهل جدا ولكن محتاج شوية تركيز يا إسلام. سرعة البديعة. والسؤال هو: وفقا للأبجدية العربية، دولة عربية تنتهي هي وعاصمتها بحرف النون، فما هي؟ مروة. تونس. تنتهي بحرف النون. مروة إجابة خاطئة. الدولة وعاصمتها. عمر. الأردن. الأردن طبعا. الأردن وإيه؟ عمان. بالظبط كده، إجابة صحيحة. يا مروة ما ركزتيش، أنا قلت لكم سؤال سهل جدا بس عايز تركيز.